بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم الشباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض او هنبدا مع بعض النهارده شابتر جديد هو البلفيك وول. تمام، احنا كنا في الفيديو اللي فات خلاص شطبنا على الابدومينال وول، النهارده برضه هنبدا في البلفيك وول. البلفيك وول ده ان شاء الله يا شباب هناخده على فيديوهين ونظامنا هيختلف شويه. ازاي؟ بصوا يا شباب عشان نبقى متفقين كده من الاول، البلفيك وول ده من اصعب الحاجات اللي ممكن تمر عليك لو ما شفتهاش، صعبه التخيل جدا، لان انت اصلا الابدومين ماشي، انت متخيل البطن والصدر والكلام ده كله، انما البلفيك ده انت اصلا عمرك في حياتك ما شفته، تمام؟ حتى صعب التخيل، صعب ان انت تتخيله شويه، تمام؟ فالنهارده ان شاء الله نظامنا هيختلف ازاي؟ بدل ما كنا بنعمل فيديوهات 3 دي للعضلات منفصله، بعد ما بنشرح مثلا العضله على صور ونرسمها مع بعض وهكذا، بعد كده نعمل لها فيديو 3 دي، لا النهارده ده احنا هنبدا بالفيديو 3 دي، تمام؟ كله هندخله ببعض، تمام كده يا شباب؟ فان شاء الله كل صفحه هنتفرج عليها 3 دي، كل عضله هنبدا بيها 3 دي، وان شاء الله الفيديو ده يكون جميل جدا بالنسبه لكم، تمام؟ طب تعالى نبدا مع بعض. ايه البيلفيك وول ده يا جدعان؟ بص يا شباب تعالى نبص على الصوره اللي قدامنا دي، والله هلاقي ان البيلفيك وول ده عباره عن ايه؟ في عظم بونز، تمام؟ الحاجات اللي باللون الابيض دي كلها دي ايه؟ دي ليجامنتس، تمام؟ طبعا اللي باللون الاحمر ده كله ايه؟ دي ماسلز. طيب ايه اللي باللون الابيض اللي على الماسل ده؟ دي اسمها حاجه اسمها فاشيا، هنعرف برضو في حاجه مميزه كده في الفشل هناخدها دلوقتي برضو، تمام؟ فبيقول لك والله ان البلفيك وول ده هو بيتكون من ايه اصلا؟ هو عباره عن بونز ليجامنتس اند لايند ويز ماسلز، يعني مبطن كده، او الفلور بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن ماسل، وكل ماسل يا شباب متغطيه بحاجتين، حاجه اسمها الفاشيا وحاجه اسمها البرايتال بريتونيا، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لتكوين البلفيك وول. البلفيك وول، طب تمام. طيب ما تيجي كده احنا بنقول عليه البلفيك وول او الحوض، طب ما الحوض ده عباره عن ايه؟ عباره عن تجويف. طيب ما اذا التجويف ده يا شباب بيبقى له انتيريور وول، طبعا انا عارف ان ده ايه؟ ثانيه واحده، ده مين ده يا شباب اللي باللون الابيض؟ ده السيمفيسيس بيوبس، صح كده؟ السيمفيسيس بيوبس، صح كده؟ اللي هو الارتفاق العاني، والحته اللي ورا دي الساكرم اللي هي عظم العجز، تمام كده؟ فانا عرفت ان قدام هنا الانتيريور، ورا هنا ايه؟ بوستيريور، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب دلوقتي ما احنا لو بصينا كده على الكافيتي ده او على التجويف ده، هنلاقي ايه؟ ان احنا عندنا جدار من قدام، وفي جدار ورا، وفي حطين كده على الجناب، او جدارين كده على الجناب، والارضيه، صح كده؟ يبقى احنا لازم نتكلم على الانتيريور وول والبوستيريور وول واللاترال وولز والفلور، او بقول عليها الانفيريور وول يعني الارضيه، تمام كده يا شباب؟ جميل. طب تعالى واحده واحده كده ونشوف الموضوع، وبعد كده نشوف على 3 دي. قال لك والله بالنسبه لايه؟ طب ما تيجي نشوف على 3 دي الاول على طول، يلا هيبقى احسن لنا برضه. تعال بص يا سيدي، ادي ده مين؟ ده شكل الكافيتي بتاع البلفس، تمام كده يا شباب؟ اتفقنا ان احنا عندنا انتيريور وول، وعندنا بوستيريور وول، وعندنا لاترا، اسف ثانيه، وعندنا لاترال وول، وعندنا ايه؟ وعندنا طبعا اللاترال وول هنا يمين وشمال، وعندنا ايه؟ وعندنا الفلور او الارضيه، تمام كده يا شباب؟ طب تعالى بالراحه واحده واحده كده، وانا هخليك تقول الحاجات بنفسك. قال لك طبعا الاول، طبعا شايفين شكل البلفس بيتكون ايه؟ دي كلها بونز، طبعا دي الهيب بون اهي، طبعا دي بتتكون، الهيب بون عباره عن 3 اجزاء وعظمه الحوض، ادي الايليوم، ده البيوبس، وده مين؟ ده الايسكيو، تمام كده يا شباب؟ دي يبقى دي كلها العظمه دي كلها على بعضها ايه؟ الهيب بون، تمام. جميل، يبقى فعلا بيتكون من عظام. زائد ايه بقى؟ قالك والله شايف كل اللي باللون الابيض ده، دي كلها دي ايه؟ دي ليجامنتس اهي، شايف ده كله ليجامنتس، طبعا في 2 ليجامنتس مهمين جدا هناخدهم دلوقتي. جميل، شايفين ده كله ليجامنتس اهي، تمام؟ يبقى هو فعلا بيتكون من بون وليجامنتس، تمام. بعد كده مين الارضيه دي كلها؟ دي ماسلز، تمام؟ دي ايه؟ دي عضلات، وكل عضله زي ما اتفقنا بتبقى متغطيه بحاجتين، واحد حاجه اسمها فاشيا، وحاجه اسمها البرايتال بريتونيا، واحنا طبعا عارفين يعني ايه برايتال بريتونيا، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب تعالى بعد كده بص بقى يا سيدي، واحده واحده كده، شيل لي بقى البتاع الليجامنت ده، تمام؟ ما تبص لي كده على الكافيز ده وقول لي البوستيريور رول بتاعته بتتكون من ايه؟ والله هلاقي بص ده مين ده؟ ده الساكرم، ومين ده؟ ده الكوكس. يبقى اول حاجه الساكرم والكوكس، بعد كده عندنا في عضله هنا وعضله هنا برضه داخلين ايه؟ ماسكين كده في الساكرم، تمام؟ العضله دي
يمين وشمال، ادي دي الشمال ودي اليمين. اسمها ايه العضله دي؟ قال لك اسمها البايريفورمس ماسل. اسمها ايه؟ البايريفورمس ماسل. العضله دي يا شباب اسمها بايريفورمس ماسل، طبعا برضو متغطيه بالفاشيه بتاعتها والبرايتال بريتونيه. جميل. طيب بعد كده قال لك والله ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للبوستيرور وول. يبقى البوستيرور وول ساكرال ساكرام وكوكس والبايريفورم ماسل او البايريفورمس ماسل والفاشيه بتاعتها. طيب جميل. طب ما تطلع لي كده يا عم للانتيريور وول. قال لك والله بص معايا كده الانتيريور وول، هتلاقي ده الانتيريور وول اهو، تمام اللي انا مشاور عليه بالساعه. جميل. هتلاقي ايه؟ قال لك والله مش عارف انت فين ده، ده مين ده؟ ده البيوبس، صح كده؟ تمام. قال لك والله احنا فاكرين انا كنت بقول لكم دايما ان احنا عندنا البيوبس ده فيه منه اجزاء. طبعا اللي باللون ثانيه، البيوبس ده يا شباب الجزء الكبير ده، الجزء الكبير ده كله ده بقول عليه ايه؟ البيوبس بودي، ده البودي الجسم، تمام. والحته دي اسمها البيوبس، او برضو دي تبع البودي بقول على، او السطح اللي فوق ده بقول عليه الكريست، السطح اللي فوق هنا ده بقول عليه الكريست. والحته البارزه دي بقول عليها تيوبركل. والدراع اللي نازل تحت ده يا شباب ده بقول عليه الريموس. يبقى دي اجزاء ايه؟ دي اجزاء البيوبس اللي اتكررت معانا كذا مره، او هتتكرر معانا البودي او الجسم، وده الحته اللي فوق السطح اللي فوق ده اسمه الكريست، وده التيوبرك الحته البارزه، والدراع اللي نازل تحت ده اسمه الايه؟ اسمه الريمس. طب جميل. قال لك انا عايزك، انا بقى عايزك ايه؟ عايزك تبص لي واحده واحده كده على الانتيريور رول وتقول لي هو مكون من ايه؟ والله هو مكون من البودي بتاع البيوبس. اه ده الجسم اهو، شايفين الجسم ده كله الجسم بتاع مين؟ عظمه البيوبس. جميل. وايه تاني؟ قال لك كمان الدراع اللي نازل تحت اللي هو الدراع ده، شايفين الدراع نازل اللي تحت ده الريمس، يبقى البودي والريمس. جميل. ومين اللي في النص ده يا شباب؟ السيمفيسيس بيوبس، تمام كده يا شباب. يبقى ده بيمثل انتيريور وول، يبقى ادي البودي بتاع البيوبس يمين وشمال، تمام، والريمس برضو يمين وشمال، والسيمفيسيس بيوبس في النص. جميل كده يا شباب. ده مين؟ ده الانتيريور وول. جميل. يبقى خدنا الانتيريور وول والبوستيريور وول. طيب جميل. طب تعالى بص لي كده على اللاترال وول بقى. قال لك والله لما جيت ابص على اللاترال وول لقيت عضله. ايه العضله دي يا عم الحاج؟ قال لك والله دي عضله اسمها ايه؟ اسمها الاوبتيوريتور انترنس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك والله بص تعالى ركز معايا بقى، بص شايف الفتحه دي يا شباب؟ ثانيه اهي، بص ركز معايا بقى، الفتحه دي اسمها ايه؟ اسمها اوبتيوريتور، اوبتيوريتور فورامين، فتحه اسمها اوبتيوريتور فورامين. وشايفين اللي باللون الابيض ده؟ ده ميمبرين، ده غشاء، اسمه ايه؟ اسمه اوبتيوريتور ميمبرين. وقال لك والله شايف العضله اللي ناحيه جوه دي؟ دي ماسكه من جوه، فبقول عليها اوبتيوريتور ماسل، وماسكه من جوه فقلت عليها اوبتيوريتور انترنس مصر، تمام كده يا شباب. يبقى دي ايه؟ دي الاجزاء بتاعت اللاترال وول. يبقى عندنا الاوبتيوريتور مصر نفسها، الاوبتيوريتور ميمبرين، تمام، وطبعا طبعا المصل بالكفرنج فاشيه اللي عليها. طب بحته بالنسبه لحته الكفرنج فاشيه بالمره، برضو هقول لك على حاجه مهمه برضو هنحتاجها. بص يا سيدي ركز معايا، قال لك والله الفاشيه دي يا شباب تبقى ايه؟ تبقى جايه كده على العضله، مغطيه العضله كده، تمام. بيقول لك بقى شايف عضله الاوبتيوريتور دي الفشه بتاعتها بيجي هنا اهو ويحصل لها ثيكننج، يعني تبقى تخينه، تمام. يبقى بتيجي هنا وتبقى ايه؟ تخينه. قال لك والله لما بتيجي هنا وتبقى تخينه بتعمل خط تخين كده، الخط ده التخين ده بيبقى لونه ابيض، فبقول عليه الوايت لاين، تمام كده يا شباب. تمام. يبقى ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للوايت لاين، ده حته كده هنحتاجها برضه. جميل. طيب تعالى بعد كده، تمام، يبقى ايه تاني موجود في اللاترال وول؟ اي بقى احنا كده شفنا المصل دي، قال لك طب ما انت مش شايف دي؟ مش شايف دي؟ يبقى في عندنا اجزاء، مش شايف دي برضو، يبقى في عندنا اجزاء من الهيب بون. يبقى اذا اللاترال وول يا شباب ادي جزء من الهيب بون طبعا البيوبس، وادي جزء من الاليوم وجزء من الاسكيوم. يبقى دي كلها اجزاء بقول ان عندنا بارتس في الهيب بون، والعضله بتاعتنا اللي اسمها ايه؟ اسمها الاوبتيوريتور انترنس ماسل، وطبعا تحتها مين؟ تحتها الاوبتيوريتور ميمبرين، وتحتها مين؟ تحتها الاوبتيوريتور فورامين، تمام كده يا شباب؟ تمام. وزي ما اتفقنا الاوبتيوريتور
ماسل دي بيبقى عليها الفاشيه بتاعتها، وتيجي في الاخر كده يحصل لها ثيكنينج، تبقى تخينه، تمام؟ فتكون خط ابيض اسمه ايه؟ اسمه الوايت لاين او الخط الابيض، تمام كده يا شباب؟ تمام. جميل. طيب بعد كده قال لك كمان هتشوف ايه؟ قال لك ما انتش واخد بالك من الحاجتين دول، ده وده، ايه ده؟ ده ليجامنتس اربطه. قال لك طب تعالى بقى بالراحه كده ونتفرج عليهم عشان نستنتج الاسامي بتاعتهم. قال لك والله اهو ادي شكلهم يا سيدي من جوه، ادي واحد اهو والتاني اهو، بس انا من جوه مش شايف هم جايين منين ولا رايحين فين. طب تعالى نبص عليهم كده من ورا اهو، ادي اللي انا شاورت عليه الاول وادي التاني اهو، تمام؟ دول اسمهم ايه بقى؟ قال لك ركز معايا، بص يا سيدي، ده جاي منين او هما الاثنين جايين منين؟ شايفين العضله اللي ورا دي؟ خلاص بقى انا مش عايز دي، ثانيه واحده. ثانيه واحده يا شباب، افضلكم ادينا كده الحاجات اللي احنا مش عايزينها. تمام. قال لك والله شايف ده اهو واهو، تمام؟ ماسكين فين يا شباب؟ ماسكين في عظمه السكرم، تمام؟ يبقى اذا البدايه بتاعتهم، البدايه بتاعتهم هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ساكرو. اسمها ايه؟ ساكرو. ساكرو ايه بقى؟ قال لك والله شوف هم رايحين يمسكوا فين؟ قال لك والله بالنسبه لده فهو راح يمسك هنا. فاكرين العظمه دي اسمها ايه؟ عظمه الايسكيوم. طب ما عظمه الايسكيوم دي هديك اتنين او موقعين كده مهمين جدا في عظمه الايسكيوم، ده اهو وده. قال لك اللي تحت ده اسمه التيوبركل، الايسكيال تيوبركل. واللي فوق ده يا شباب اسمه ايه؟ اسمه الايسكيال سباين، تمام؟ يبقى احنا عندنا الليجامنت اللي فوق ده مسك في عظمه الساكرم وراح مسك في السباين، فبقول عليه ايه؟ بقول عليه ساكرو سباينوس ليجامنت. يعني ايه؟ يعني الرباط اللي ماسك في عظمه الساكرم والسباين بتاع عظمه الايسكيوم. جميل؟ تمام. طيب الرباط الثاني ده، ده برضه ماسك في الساكرم اهو، ورايح ماسك فين؟ في التيوبركل بتاع بتاع ايه؟ بتاع عظمه الايسكيوم. فبقول عليه ايه؟ بقول عليه برضو ساكرو تيوبيركوس ليجامنت. يعني ايه؟ يعني الرباط اللي ماسك في عظمه الساكرم والتيوبيركل بتاع الاسكيوم، تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاترال وول. جميل. يبقى شفنا كده ايه؟ شفنا كده اهو، تعالى نعد الحاجات دي تاني. ثانيه. تمام. تعالى نعد الحاجات ايه دي تاني. قلنا البوستيرور وول عندنا ايه؟ عندنا شفنا الساكرم والكوكس، وشفنا البايريفورمس ماسل والفاشيه اللي عليها. طيب تمام. بعد كده قلنا عندنا الانتيريور، شفنا البودي او البادي بتاع البيوبس والريمس بتاعها، وشفنا السيمفيسيس بيوبس. بصينا على اللاترال، شفنا ايه؟ شفنا العضله اللي اسمها ايه؟ اسمها الاوبتيوريتور انترنس، وقلنا تحتها في موجود ممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين، وعرفنا ليه سميناه الاوبتيوريتور لان في عندنا في فتحه اسمها الاوبتيوريتور فورامي. جميل. طيب تمام. طيب بعد كده قلنا لقينا ان في اجزاء عندنا من العظم بتاعت الهيب بون، جزء من الاليوم وجزء من البيوبس وجزء من الاسكيام، فقلنا ان احنا عندنا برضه في اللاترال وول موجود بارتس اوف الهيب بون. بعد كده بصينا كمان كده في الجنب في الاخر كده، لقينا في اتنين ليجامنتس، واحد اسمه ساكرو سباينوس ليجامنتس بيتصل بالسباين، والتاني ده اسمه ايه؟ اسمه الساكرو تيوبيركوس ليجامنت لانه بيتصل بالتيوبرك. جميل. طيب ما تبص لي كده في الارضيه، قال لك والله لقينا فيها عضلتين كده، ادي عضله ادي عضله ادي عضله. طبعا دي العضله اليمين والنظيره بتاعتها الشمال، والعضله دي برضو اليمين والنظيره بتاعتها الشمال، تمام؟ يبقى احنا عندنا عضلتين يمين وعضلتين شمال. قال لك والله شايف العضلتين دول؟ المفروض ان هم بيندرجوا تحت اسم واحد هناخده كمان شويه لما ناخد العضلات ان شاء الله. فالجزء ده اسمها ايه؟ اسمها اقول لكم اسمها بالمره، ثانيه. يبقى دي عندنا الجزء الاول وادي الجزء الثاني، الاثنين دول واحد زائد اثنين اللي هم الجزئين دول بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم الليفيتور اني ماسلز. ده اسم كده عضلات، هنعرف ان الجزء ده بينقسم الى جزئين وهناخده ان شاء الله، تمام؟ ده بيقول لك ان هو بيبقى عامل زي السجاده، بيمتد كده من الجانبين ومن قدام لورا، فبيفرش بيفرش ايه؟ بيعمل فلور او بيعمل ارضيه لمنطقه الحوض، فبالتالي بيقسم الحوض لجزئين، الجزء اللي فوق اللي هو هنا اللي بيحتوي على البلفيك فيسرا او اللي بيحتوي على الاعضاء التناسليه، والجزء اللي تحت. ايه الجزء اللي تحت ده؟ تعالى اوريهولك.
تسمع انت عن طبعا فتحه الشرق، اللي هي الفتحه دي، شايفين الفتحه دي يا شباب؟ دي فتحه الشرق، تمام؟ هنبقى نقول لكم على الثلاث فتحات دول وتبع مين دلوقتي لما ناخد العضلات. المهم اللي انا عايزك تعرفه، شايف انت حتى شايف العضله دي اسمها ايه؟ اسمها البرينيال. ليه بقى؟ قال لك عشان الغشاء، بيبقى في عندنا غشاء تحت هنا اسمه البرينيال. اسمه ايه؟ البرينيوم. طب تمام. تسمع انت عن واحد مثلا بيقول لك ايه؟ عنده كونستيبيشن. ايه الكونستيبيشن ده؟ اللي هو الامساك، تمام؟ عنده امساك، بيقول لك ده كان عنده امساك جامد جدا، فكان عمال بيحتل على اخره او بيحزق على اخره، تمام؟ بالفلاحي كده يعني بتاع، بيقول لك ايه ده بيحزق على اخره. قال لك كلمه بيحزق ده انقباض عضلات قوي، تمام؟ عشان ايه؟ عشان لانه عنده امساك، عشان ينزل الاستول او البراز، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب دلوقتي قال لك وهو بيحزق على اخره كده حصل له شرخ، شرخ حوالين فتحه الشرج، او شرخ في فتحه الشرج. ليه بقى بيحصل شرخ؟ قال لك عشان المنطقه اللي تحت اللي اسمها البريتونيوم دي، اللي هي الحته اللي هنا دي، منطقه ضعيفه جدا، تمام. يبقى ده معنى كلمه البرينيوم. عرفنا يعني ايه برينيوم، اللي هي الحته اللي تحت دي حوالين فتحه الشرج، وعرفنا اللي هو المين بيلفيك كافيتي اباف، اللي هو ايه؟ التجويف بتاع الحوض. يبقى دي ايه؟ ده مين اللي عمل التقسيمه دي؟ العضلات اللي هي ايه؟ الفلور او الارضيه بتاعت مين؟ بتاعت البلفس. قسمته لفوق والتحت، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب تمام. طب تعالى بقى نرجع ايه؟ نرجع للكتاب بتاعنا. احنا كده شفنا ايه؟ شفنا الموضوع ده. تعالى نرجع للكتاب بتاعنا بقى. قال لك والله يا سيدي ادي الكلام برضو، نفس الكلام اللي احنا قلناه، البلفيك وول. ثانية واحدة. البلفيك وول يا شباب اهو، قلنا بيتكون من بونز وليجامنتس ومسلز. طبعا المسلز دي لايند ويز المسلز، يعني مبطن كده بالمسلز من جوه، وقلنا المسلز دي كل مسل متغطيه بالفاشيا والبرايتال بروتينيوم، وشفنا الكلام ده كله. بعد كده اتكلمنا على الوولز بتاعت البلفيس، قلنا عندنا البوستيرور بلفيك وول، فاكرين شفتوا ايه؟ شفنا الساكرام والكوكس اللي هي عظم العجز والعصعص، تمام. وشفنا عضله كده اسمها البايريفورمس ماسل، البايريفورمس ماسل، طبعا كل مسل عليها البرايتال بلفيك فاشيا بتاعتها. طيب بعد كده بتروحنا للانتيريور بلفيك وول، شفنا مين؟ والله ده بيقول لك ان هي ذا شالوست وول، يعني دي الانتيريور وول دي ضيقه جدا او صغيره جدا. بتتكون من ايه؟ قال لك بتحتوي على، او بتتكون من البوديز بتاع البيوبيك بون، قلنا البيوبس شفناها، وشفنا حددت لك الاربعه حاجات مهمين جدا فيها، البيوبيك كيوبركل، وقلنا البيوبيك كريست، وقلنا الريمس، وقلنا البودي، تمام. قال لك هي بتتكون بايه بقى الانتيرو وول؟ قلنا بيتكون من البادي بتاع البيوبيك بون والبيوبيك ريمس والسيمفاسيس بيوبس. طبعا البيوبيك يمين وشمال، البادي يمين وشمال، والريمس يمين وشمال، وعندنا في النص السيمفاسيس بيوبس اللي هو الارتفاق العالي، تمام كده يا شباب؟ ده الانتيريور وول. طيب اللاترال بيلفيك وول بقى، زي ما اتفقنا انا قلت لك اللاترال ايه؟ بنلاقي فيها عضله كده اسمها الاوبتيوريتور ماسل، الاوبتيوريتور انترنس ماسل. طيب ليه قلت عليها اوبتيوريتور انترنس ماسل؟ قلنا عشان في عندنا فتحه اسمها الاوبتيوريتور فورامي، فالعضله دي موجوده على الفتحه، فانا سميت العضله باسم الفتحه، تمام كده؟ تمام. وقلنا موجود على الفتحه برضو وتحت العضله موجود حاجه اسمها اوبتيوريتور ميمبرين، او الغشاء اللي موجود في فتحه الاوبتيوريتور، تمام كده؟ تمام. وكل عضله زي ما اتفقنا عليها الفاشيه بتاعتها، وميزنا عضله الاوبتيوريتور انترنس ان الفاشيه بتاعتها هيحصل لها ثيكننج، او هتبتدي انها تدخن وتكون زي خط ابيض هنحتاجه بعدين. الخط ده اسمه ايه؟ اسمه الوايت لاين، تمام كده يا شباب؟ جميل. وشفنا الاثنين ليجامنت اللي هو اللي جايين من الساكرا، واحد رايح للسباين قلت عليه ساكرو سباينوس ليجامنت، وواحد جاي من الساكرا ورايح للتيوبركل بتاع، طبعا الكلام ده كله السباين والتيوبركل بتوع الاسكيا، فبقول عليه ساكرو تيوبركوس ليجامنت، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده بصينا على الارضيه، قلنا الارضيه او اللي هي الانفيريور بيلفيك وول، الجدار اللي تحت او اللي بيكون الارضيه بتاعت البلفس، ده وظيفته ايه؟ ان هو يسبورت البلفيك فيسرا، يعني وظيفته ان هو يحمي ويشيل الاعضاء التناسليه، تمام كده؟ جميل. فاكرين انتوا بقى يا شباب؟ فاكرين لما خدنا الثوراسيك وول والابدومينال وول والكلام ده كله؟ بص يا سيدي، فاكر ادي مثلا ده عندنا ايه؟ عندنا ده الانسان اهو، ودي مثلا ايه؟ كان بيبقى عندنا كده، ده منطقة الثوراسيك الثوركس، ودي منطقة الابدومين. فاكرين ده كان اسمه ايه؟ اللي بيفصل بين الثوراسيك والديافرام والابدومين، كنت بقول عليه ايه؟ بقول عليه دايافراج ودايافرام. قال لك والله برضو احنا عندنا العضلات لما بتكون ارضية للبلفس فبتسده من تحت، قال لك لما تسده دي بقول عليها الدايافراج. يبقى كتلة العضلات او مجموعة العضلات اللي تكون زي
قفل كده او بوابه لمنطقه البلفز، ده بقول عليها الدايفراج. تمام كده يا شباب؟ تمام. وقلنا بتمتد من قدام لورا ومن الجانبين من اليمين للشمال، فبقول انها ستريتشد اكروس ذا بلفيك، يعني بتمتد من كل الجانب او بتفرش كده عامله زي السجاده. تمام، بتفرش الارضيه بتاعت ايه، بتاعت البلفز. وزي ما اتفقنا لما نكون البلفيك فلور ده، قسمنا البلفز او منطقه البلفز لجزئين، الجزء او التجويف اللي فوق ده اللي بيحتوي على الاعضاء التناسليه نفسها اللي هي بقول عليه المين بلفيك كافيتي. تمام، وده بيكون فوق. تمام كده، تمام. وده زي ما اتفقنا بيحتوي على ايه، البلفيك فيسرا. كلمه فيسرا يعني عشان اللي هي اقصد بقى ايه، السكس اورجانز بقى، ولو في مثلا الريكتم، الريكتم ده اللي هو المستقيم، ريكتم اللي هو المستقيم. تمام، وزي ما اتفقنا الحته بقى اللي تحت او الممبرين اللي تحت ده اللي قلت لك بيحصل فيه الشرخ اسمه ايه، اسمه البرينيوم. تمام، يبقى البرينيوم موجود تحت والكافيتي موجود فوق. تمام كده يا شباب، ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للوولز بتاعت البلفيك وول. تمام، في اي صعوبه؟ طبعا برنامج 3 دي 10 على 10 اهو، الموضوع بتتخيله. تمام، والموضوع طيب تعالى بعد كده قال لك والله هنبتدي بقى نتكلم في ايه، في العضلات. قال لك والله عندنا العضله الاوليه، طب ما تيجي يا عم ما تفرجني بقى، انت احنا حبينا موضوع ال 3 دي، احنا عايزين نتفرج على 3 دي الاول بعد كده نجي نقرا الكلام. طيب تعالى يا عم اوريك ال 3 دي. عندنا اول عضله اسمها ايه، اسمها الاوبتيوريتور انترنس مصر. طبعا المفروض ان احنا عارفينها، فاكرين كانت موجوده فين؟ اه دي العضله اللي كانت موجوده هنا. يبقى اذا اول حاجه العضله دي يا شباب موجوده فين؟ موجوده والله في اللاترال وول. انا قلتها مع اللاترال وول بتاعت مين؟ بتاعت البلفس، اهي العضله اهي. جميل؟ تمام. طيب ما تقول لي كده الاوريجين بتاعها. بص يا سيدي، الاوريجين بتاعها هي طالعه من ايه؟ مش فاكرين، فاكرين الفتحه دي كان اسمها ايه؟ الاوبتيوريتور فورامين. وده مين؟ ده الاوبتيوريتور ميمبرين. قال لك تمام خلاص يا عم، انا والله ده لو عملنا كده، بص لو عملنا كده، بص ثانيه، هتلاقي ان العضله دي جايه، العضله دي جايه منين؟ شوف انا خليتها لك شفافه عشان تشوف اللي تحتها، جايه من الانر سيرفيس. بص جايه منين؟ جايه من الانر سيرفيس بتاع الاوبتيوريتور فورامين، وجايه من الاوبتيوريتور ميمبرين. شايفين اللي تحتها؟ يبقى اذا الاوريجين بتاعها ايه، حاجتين. اول حاجه الانر سيرفيس، ثانيه، ومش الانر سيرفيس ده اللي هو السطح اللي جوه؟ طب مش السطح اللي جوه ده ناحيه البلفس ناحيه جوه، فبقول عليه البلفيك سيرفيس زي ما مكتوب عندك في الكتاب. يبقى اذا البلفيك سيرفيس ده اللي هو الانر سيرفيس يعني اوف ال اوف ايه، اوف الاوبتيوريتور فورامين. ومين كمان اللي هو ده، ده المين، ده الاوبتيوريتور ميمبرين. تمام كده يا شباب، يبقى ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للاوريجين او بدايه العضله، العضله جايه منين. تمام، يبقى شفنا العضله جايه منين يا شباب. جميل، طيب تعالى كده نشوف بقى هي هتروح تعمل انسيرشن فين، ظهرها لي بقى تاني. ايوه ادي العضله، ركز معايا العضله اهي. تمام اهي، حلو، تعالى ارجع لورا كده شوف لي رايح فين. اهي شوف العضله جايه منين، اهي هي دي العضله بتاعتنا يا شباب اللي انا علمت عليها قدام اهي عشان ما تتلخبطوش، هي العضله بقت رفيعه اهي. تمام، ظهر لكم البتاع شويه اهو. تمام، رجعنا ورا. انا لاحظت كده ان العضله دي، في عضله فوق، خد بالك اهي، ده هنتكلم عليها كمان شويه. شايف العضله، العضله طالعه من فتحه كده، الليجامنتس عامله زي فتحه. قال لك ايه الفتحه دي، وبرده في فتحه فوق هنا. قال لك بص يا سيدي، عندنا شايفين الفتحه دي، بص ركز معايا كده، اللي انا همشي عليها دي اللي انا حددها. شايفين الفتحه دي يا شباب؟ في فتحه تانية اهي اللي طالع منها العضله الكبيره دي. تمام، قال لك ايه الفتحات دي؟ والله بص، بص يا سيدي، احنا عندنا بتسمعوا عن حاجه اسمها عرق النسا، عرق النسا اسمه السياتيك نيرف. اسمه ايه؟ سياتيك نيرف، هو عرق النسا. تمام، اللي هو لما بنيجي ندي حد حقنه نخاف مثلا ان احنا نجرح النرف ده عشان ما يوجعلوش رجله، الكلام ده يعني. تمام، قال لك والله الفورامين دي بسماها باسم عرق النسا ده. طب ما احنا عندنا فتحتين، فتحه كبيره وفتحه صغيره، فتحه كبيره وفتحه صغيره. قال لك والله خلاص، الصغيره دي هقول عليها الليسر، ليسر يعني صغيره، ليسر سياتيك فورامين، الفتحه بتاعت السياتيك الصغيره. والفتحه الكبيره هقول عليها ايه؟ هقول عليها الجريتر سياتيك فورامين. في اي صعوبه يا شباب؟
اهو الكلام قدامنا واضح وبكتب لك وبرسم لك، تمام؟ يبقى دي الفتحه الصغيره والفتحه الكبيره. الفتحه الصغيره العضله اللي احنا بنتكلم عليها بقى اللي اسمها ايه؟ اوبتيوريتور انترنس. طالعه منين؟ طالعه من الكبيره ولا من الصغيره؟ لا طالعه من الصغيره. يبقى اذا اول ما اتكلم على العضله دي او اتكلم على الانسرشن بتاعها لازم أنا اقول الكورس او المسار. كلمه كورس يا شباب عشان في حد سالني عليها قبل كده، كورس يعني مسار. مسار يعني ايه؟ الطريق اللي بتسلكه العضله، هي مشت، حودت، طلعت، نزلت، راحت فين بالظبط؟ قال لك والله يبقى انا لما بتكلم على العضله بتاعتي ده بقول ان التندون بتاعها او الوتر بتاعها او العضله نفسها طلعت منين؟ طلعت من الليسر سايتك فورامين ومشت ميديال ولا لاترال؟ لا ده مشت ميديال، مشت في الاتجاه ده، اسف مشت لاترال، تمام كده؟ يبقى مشت لاترال في الاتجاه ده وراحت وصلت فين بقى؟ فاكر انت دي مين اسمها ايه؟ دي مين؟ ده عظمه الفيمر، فاكرها؟ اكيد طبعا فاكرها. عظمه الفيمر دي الهيد بتاعتها كنت بقول لك انها عندها حاجه اسمها تروكانتر. تروكانتر ده تمام يا شباب، معلش اللف فصل. تمام إيه، هنكمل. كنا بنقول ايه بقى؟ ثانية واحدة يا شباب بعد إذنكم. تمام، تعالوا نكملوا بقى يا شباب، معلش عشان اللاب كان فصل. تمام، كنا بنتكلم على إيه؟ كنا بنقول على، طبعًا عرفنا الليسر سايدك، طبعًا الرسمة كانت المفروض مرسومة في الفيديو. تمام، طب إحنا بنتكلم دلوقتي على إيه؟ على حاجة اسمها الكورس أو المسار بتاع العضل. قلنا العضل اللي هي بتاعتنا اللي انا معلم لك عليها دي اسمها الايه؟ اسمها اوبتيوريتور انترنس. طب هي ماشيه فين؟ زي ما اتفقنا طالعه منين؟ طالعه من الليسر سياتيك نيرف وبعد كده مشت في الاتجاه ده. يعني مشت ايه؟ يعني مشت لاترالي، تمام كده؟ تمام، وراحت مسكت فين بقى؟ قال لك دي عظمه اسمها ايه؟ عظمه الفيمر. تمام، لو فاكر بقى قلت لك في الهيد بتاعت الفيمر كان عندنا حاجتين مميزين جدا اسمها ايه؟ اسمها تروكانتر. فكان عندنا واحد كبير وواحد صغير. الكبير كنت بقول عليه جريتر بروكانتر، والصغير ده كنت بقول عليه الليسر تروكانتر. والليسر تروكانتر ده قلناه كتير جدا في الابدومينال ماسلز، تمام؟ النهارده بقى احنا هنتكلم على الجريتر تروكانتر. قال لك شايف العضله فضلت ماشيه ماشيه ماشيه، ده طبعا ايه؟ ده الميديال بتاع الجريتر تروكانتر وده اللاترال. هي مسكت فين؟ قال لك مسكت في الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر بتاعت الفيمر، تمام كده يا شباب؟ فيها اي صعوبه؟ تمام، ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لعضله الاوبتيوريتور انترنس، تمام؟ طب تعالى نشوفها كده تاني. تمام، ادي العضله اهي يا شباب، اهي نرجعها بسرعه كده. ادي العضله تاني ماسكه فين زي ما اتفقنا؟ في الاوبتيوريتور فورامين او الانر سيرفيس بتاع الاوبتيوريتور فورامين والاوبتيوريتور ميمبرين. بعد كده فضلت ماشيه 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 لحد ما طلعت منين؟ طلعت من الليسر سياتيك فورامين، وبعد كده مشت لاترالي اند فورورد، وبعد كده راحت مسكت في الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر بتاعت عظمه الفيمر. تمام. طب ما تيجي تورينا كده الكلام ده في الكتاب، هنشوف في اختلافات كده ولا انت لا والله الكلام نفس الكلام تيبيكال. قال لك الاوبتيوريتور انترنس كفرز ذا اللاترال وولز، يعني موجوده في اللاترال وول بتاعت البلفس. جميل، طيب بعد كده الاوريجين بتاعها زي ما قلت لك الانر سيرفيس اوف الاوبتيوريتور فورامين والاوبتيوريتور ممبرين، مفيش اي كلام جديد. طيب الانسيرشن، انا والله قلت لك ان التندون بيطلع منين؟ كامز اوت او بيطلع من الليسر سياتيك فورامين، تمام؟ وبعد كده يمشي لاترالي ويروح لفين؟ قال لك يروح يعمل انسيرشن في الميديال سيرفيس اوف الجريتر تروكانتر. يعني بيمسك فين؟ في السطح الميديال بتاع الجريتر تروكانتر بتاع عظمه الفيمر. جميل، طيب وفرت علينا كتير، الرسمه وفرت علينا كتير. طيب تعالى بعد كده كلمنا على النيرف سبلاي. قال لك والله فاكرين انتوا كنت بقول لكم ان احنا بنقسم السباينال كورد كده سيجمنتس، فاكرينها؟ كان بيبقى عندنا في 12 ثوراسيك 12 سيرفايكال او اسف معلش 8 سيرفايكال 12 ثوراسيك 5 لمبر 5 ساكرال واحدة كوكسيجيا، فاكرين؟ حتى كنا احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها لمبر بليكسس، فاكرينها؟ خدناها في اخر فيديو في الابدومينال وول. قلت لك ان اللمبر بليكسس دي بتتكون ب ال 1 و ال 2 و ال 3 و ال 4، صح كده؟ امال ال 5 يعني ده اللي غضبانين عليه؟ قال لك لا، ما هو ال 5 مع اس 1 واس 2 دول هيروحوا يغذوا مين؟ قال لك دول مش تبع اللمبر بليكسس، لا دول هيروحوا يغذوا الاوبتيوريتور انترنس اللي في البلفيك وول. خلاص بقى امسح لي بقى الايه اللمبر بليكسس دي مش معانا، ده كلام خدناه زمان بقى في الفين في الابدومينال وول. احنا يهمني مين؟ يهمني ال 1 اللي هي السباينال كورد
او اللمبر سباينال كورد رقم 5، واس 1 اللي هي الساكرال سباينال كورد سباينال نيرف رقم 1، والساكرال سباينال نيرف رقم 2. تمام، يبقى احفظها كده من الاخر، ال 5 اس 1 اس 2 دول بيغذوا الاوبتيوريتور انترنس، بس انا بفهمك يعني ايه ال 5 واس 1 واس 2. طب ايه الاكشن بتاعها، او هي لما تنقبض تعمل ايه؟ قال لك تعمل لك لاترال روتيشن اوف ذا ساي. خد بالك من كلمه لاترال، امال احنا في الابدومينال وول كنا بناخد عضلات كانت بتعمل ميديال روتيشن، فتاخد بالك ان الابدومينال بيعمل ميديال روتيشن للفخذ، يخلي الفخذ يلف لجوه، انما هنا في البلفس لا، احنا بنخلي الفخذ يلف لبره. تمام كده يا شباب، خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. طيب جميل، خل في العضله الثانيه بقى اسمها ايه؟ اسمها البايريفورمس ماسل. اسمها ايه؟ بايريفورمس ماسل. يا عم سيبك من الكلام ده، احنا عايزين نروح نشوف ال 3 دي على طول، هنفهم على طول. طيب تعالى مع بعض اوريك يا عم البايريفورمس ماسل. تمام، بص معايا كده، مين العضله دي يا شباب؟ ايوه بالظبط، هي دي، يمين وشمال يمين وشمال. اسمها ايه؟ اسمها بايريفورمس ماسل. والله العضله دي موجوده فين؟ موجوده في البوستيريور وول بتاعه البلفس. جميل، طيب ما تبص كده وقول لي كده الاوريجين بتاعها فين؟ واضحه جدا، والله ده ماسكه في الانتيريور سيرفيس او السطح الامامي بتاع عظمه الساكرا. قال لك وتحديدا في الميدل 3 بيسز. مش احنا عارفين يا شباب، ثانيه واحده اكتب لكم عشان ايه الموضوع بسيط. احنا عارفين ان الساكرام دي كانت عباره عن ايه؟ المفروض 5 ساكرال فيرتيبري، صح؟ مسكوا ببعض، لما مسكوا ببعض فبقى عندنا ادي بيس وبيس وبيس، يعني قطع، 5 قطع. تمام، قال لك والله بتبقى جايه من اس 2 واس 3 واس 4 اللي هي الميدل 3 بيسز اوف ايه؟ اوف الساكرال او اوف الساكرم من عظم العجوز. تمام، مش مهم الكلام ده كله، انت لو تقول لي بس ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا ساكرم 10 على 10، ده الاوريجين بتاعها. طيب تلف وتروح فين بقى الانسيرشن بقى؟ قال لك والله بالراحه كده، تعالى بص معايا، انا هحدد لك العضله اهي، ثانيه معلش، العضله اهي، خليك معايا، شايف العضله؟ لف معايا، لف معايا، الا العضله جت منين؟ طب تعالى بقى بالراحه، ده في فتحه اهي، فاكرين الفتحه اللي انا قلت لك على الفتحه اللي تحت دي كان اسمها ايه؟ الليسر سايتك نيرف. امال الفتحه الكبيره اللي فوق دي بقى اسمها ايه؟ ده كتبتها لك من شويه، اسمها الجريتر سايتك نيرف. نكتب تاني لو مش فاكر، طبعا احنا لسه جايبين من دي تاني، انا ما اقصدش ان انت مش فاكر، بس نكتب تاني زياده التاكيد. طيب تعالى بص يا سيدي، ادي دي الفتحه اهي، اهي دي اسمها ايه؟ الجريتر سايتك فورامين. جميل، الجريتر سايتك فورامين طلع منها عضله مين؟ البايريفورمس ماسل. طيب لما البايريفورمس طلعت في اي اتجاه؟ والله ده مشت كده، ده مشت كده ناحيه ايه؟ لاترالي، يعني مشت ايه؟ في الاتجاه اللاترال. طيب راحت مسكت فين؟ قال لك والله في الجريتر تروكانتر. خد بالك بقى، ما انا عارف ان ده الجريتر تروكانتر، الجريتر تروكانتر وفي الفيمر. تمام جميل، قال لك طيب انت فاكر العضله دي كانت مسكت في الميديال سيرفس، امال دي مسكت فين؟ هل في الميديال؟ لا، ده مسكت في التوب، القمه بتاعت الجريتر تروكانتر. تمام كده يا شباب، يبقى اذا تعالى نعمل وجه مقارنه كده بين الاوريجن والانسيرشن والمسار بتاع ايه؟ بتوع العضلتين دول. قال لك والله ادي العضله الاولانيه وادي العضله الثانيه بتاعتنا اللي اسمها ايه؟ الاوبتيوريتور انترنس. والله بالنسبه لعضله الاوبتيوريتور انترنس فهي طالعه من الليسر سايتك نير سايتك فورامين، امال البايريفورمس لا، دي طالعه من الجريتر سياتيك فورامين. طيب الاثنين ماشيين لاترال، الاثنين هيعملوا انسيرشن في التروكان او الجريتر تروكانتر بتاع الفيم، بس اختلاف المكان. بالنسبه لي عضله الاوبتيوريتور انترنس دي اللي تحت عامله في الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، امال عضله البايريفورمس دي عامله في التوب بتاعت الجريتر تروكانتر. تمام كده يا شباب، جميل. طب تعالى نرجع لكتابنا بقى نشوف الكلام ده هو ولا انت بتضحك علينا. تعالى بص يا سيدي، ادي عضله البايريفورمس مصر، والله زي ما قلت لك موجوده في البوستيريور بيلفيك وول. طيب الاوريجين بتاعها ما كتبتش عليه، قلت لك جايه من الانتيريور سيرفيس بتاع الميدل 3 ساكرال بيسز، قلت لك لو اكتفيت بس قلت لي الانتيريور سيرفيس بتاع الساكرم 10 على 10. طيب بالنسبه للانسيرشن قلنا التندر هيمشي ازاي؟ طالع من الجريتر سايتيك فورامين، بعد كده مشى لاترالي، بعد كده عمل انسيرشن فين؟ في التوب بتاعت الجريتر تروكانتر اوف الفيمر. تمام كده يا شباب، في اي صعوبه؟ بس هذا الموضوع بكل بساطه. طيب النيرف سبلاي، قال لك والله ده بيحصل لها نيرف سبلاي بالفنترال او الانتيريور ريموس بتاع اس 1 واس 2. ايه الكلام ده؟ فاكر انت احنا كنا خدنا حاجه اسمها لامبر بريكسس، قال لك ما في حاجه اسمها ساكرال بليكسس.
الساكرال بليكسس دي بتتكون من ايه؟ قال لك من اربعه لاربعه، الاربعه اللي خمسه الس واحد الس اثنين الس ثلاثه الس اربعه، كده كده هناخدوها في الاخر خالص ان شاء الله، فمش مهم. قال لك والله فاكر السباينال نيرفس اللي هو ال اربعه والسباينال نيرف رقم خمسه بتاع اللمبر والس واحد والس اثنين والس ثلاثه والس اربعه، كل دول يطلعوا زي ما اتفقنا، يطلعوا كده يعملوا ايه؟ يعملوا زي ضفيره عصبيه، شبكه عصبيه. بعد كده الشبكه العصبيه دي، طبعا الشبكه العصبيه دي بتتكون ازاي؟ احنا اتفقنا ان كل سباينال نيرف بيطلع حاجه اسمها فينترال ريموس وبوستيريور ريموس. قلنا البليكسسز زي في اللمبر بليكسس دي كنا بنعملها بالانتيريور ولا بالبوستيريور ريموس؟ لا بالانتيريور اللي هو الفنترال ريموس. ففي نفس الكلام برضو في الساكرال، قال لك والله احنا بنعمل بايه؟ بنعمل بالساكرال او بالفنترال ريموس بتاعت الساكرال بتاعت السباينال نيرفس من رقم اربعه اللي هو ال اربعه لحد اس اربعه، تمام كده يا شباب؟ تمام. فبيقول لك والله الفنترال ريموس بتاع اس واحد واس اثنين دول بيروحوا يغذوا البايريفورمس مصر، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بالنسبه للاكشن بقى بتاعها، دي كانت بتعمل لاترال روتيشن، قال لك دي برضو زيها هتعمل لاترال روتيشن بس هتزود حاجه جديده بقى عشان تبقى مختلفه عنها. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك بتعمل ابدكشن اوف الفليكسد سايد. عارف لما تعمل فليكشن للسايد، لما تتني الفخذ وبعد كده عايز تبعد عن الجسم، قال لك مين اللي يعمل لك الحركه دي؟ قال لك عضله البايريفورمس مصر. يبقى دي يا شباب مقارنه كده سريعه. طبعا ال 3 دي يعرف لك الاوريجن والانسرشن، خلاص خلصت منهم، انت فاكر شكل العضلات، فبالتالي الموضوع سهل. يبقى انت تحفظ لي بس النيرف سبلاي والاكشن، دول اللي تميز بي ال 5 اس 1 اس 2، ده الفنترال ريموس اس 1 اس 2. هنا بتعمل لاترال روتيشن اوف ذا ساي بس، انما هنا بتعمل لاترال روتيشن اوف ذا ساي مع ابدكشن اوف فليكسد ساي، تمام كده يا شباب؟ هل في اي صعوبه يا شباب؟ تمام. طب تعالى للعضله اللي بعد كده بقى. العضله دي بقى يا شباب من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا، والله العظيم في كتير جدا ناس ما اصلا ما بتذكرهاش، مش فاهمين يعني ايه اصلا، مش عارفين هي موجوده فين. فاحنا هشرحها لك على 3 دي، بس تعال نشوف اسمها الاول. اسمها ايه؟ اسمها الليفيتور اني ماسلز. مش ملاحظ حاجه انها مكتوبه ماسلز 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 جمع، وانا ليه قلت عليها جمع؟ هي اكتر من عضله؟ قال لك ايوه، دي عباره عن تو بارتس، عباره عن جزئين او عضلتين هناخدهم دلوقتي، تمام؟ اللي انا قلت لك عليهم، تمام. يبقى اذا ليه بقول على ليفيتور اني ماسلز؟ لانها هي اصلا المفروض انها عامله زي السجاده، والسجاده دي عباره عن عارف لما يبقى طقم هدوم كده، والطقم ده عباره عن تيشيرت وبنطلون، هو كله على بعضه طقم بس هو عباره عن قطعتين. قال لك والله نفس الكلام، الليفيتور اني ماسل هي عباره عن زي طقم كده زي سجاده، بس السجاده قطعتين، تمام. فعندنا عضلتين، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب احنا عايزين نشوف الكلام ده، وعايزين نشوف الاوريجن والانسرشن بتاعها. تعالى يا غالي اوريها لك. بص يا سيدي معايا، بص معايا كده، فاكرين الليفيتور ان مصر؟ فاكرين الفلور، الفلور بتاعت البلفس، ادي واحد دي يمين ودي شمال، وادي كمان عندنا القطعه الثانيه يمين القطعه الثانيه شمال. يبقى احنا كده عندنا دي، شايف بقى الاربعه دول على بعض، دول قطعتين، قطعه يمين وقطعه شمال، والقطعه الثانيه برضو قطعه يمين وقطعه شمال، تمام. تمام. قال لك دول كلهم او السجاده دي بقى، وبقول عليها ايه؟ بقول عليها الليفيتور ان مصر، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب هي ككل كده كطقم على بعض، قال لك بيعمل اوريجين منين وانسرشن فين؟ تعالى بالراحه نقسمها مع بعض. قال لك بص يا سيدي، مش هي عباره عن، خلاص احنا قلنا عباره عن قطعتين، خلاص سيبك من الحته دي دلوقتي، احنا عايزين نعملها كانها قطعه واحده، كانها طقم واحد، كانها سجاده واحده، تمام؟ فنشوف البدايه منين والنهايه منين. طبعا باين من شكل الفايبرز كده ان البدايه من قدام والنهايه رايحه لورا، يعني الفايبرز دي متجهه كده، متجهه كده من قدام لورا، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب تعالى بص لي على الاوريجين بقى. قال لك والله دي بتعمل اوريجين من قدام، من الجناب ومن ورا. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا، انا هثبت لك، انا مش هجيب كلام من عندي. ادي دي العضله بتاعتنا صح، جايبه فعلا اوريجين من قدام، والعضله الثانيه هي القطعه الثانيه اللي خطتين مع بعض اهو، شايفين فعلا جايبين اوريجين من قدام. يبقى احنا عندنا في انتيريور، انتيريور اوريجين. الانتيريور اوريجين جاي منين يا شباب؟ والله ده جاي من البلفيك سيرفيس او الانر سيرفيس بتاع البيوبيك بودي، تمام، بتاع جسم البيوس، مش ده عظمه البيوبس، ده الجسم بتاعها، تمام. مطلع لي العضلتين او القطعتين بتوعتنا اللي هم الليفيتور ان ماسل، تمام كده يا شباب؟ تمام. ده بالنسبه من قدام. قال لك طب من الجناب؟ قال لك والله فاكر انت في حاجه انا كنت رسمتها لك كده، فاكرين احنا قلنا ان العضلات بتاعت البلفس كلها متغطيه بايه؟ بفاشيه. طب ما فاكر انت في عضله اسمها الاوبتيوريتور، قلت لك الفاشيه بتاعتها بتكون زي ايه؟ بيحصل لها ثيكننج وتكون خط ابيض، الخط الابيض ده اسمه ايه؟ الوايت لاين. قال لك والله ما انت ركز معايا بقى، اشوف القطعه الثانيه اهي،
القطعه الثانيه بتاعت الليفيتور طالعه منين؟ طالعه من الوايت لاين، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى اذا ان بتوين اوريجين، يعني ان بتوين يعني الاوريجين اللي في اللي على الجناب او اللي في النص، تمام كده يا شباب؟ ده جاي منين؟ جاي من الوايت لاين. قلنا يعني ايه وايت لاين؟ قال لك والله الفاشيه بتاعت الاوبتيوريتور انترنس بيجي يحصل لها ثيكننج وتكون ايه؟ تكون خط ابيض، تمام كده يا شباب؟ طيب انت لو ركزت معايا شويه برضو وبصيت ورا كده، بص هتلاقي شايف العظمه دي؟ ده عظمه ايه دي؟ الايسكيام. وشايف الحته دي اللي كان ماسك فيها ليجامنت كان اسمها ايه؟ الايسكيال سباين. السباين بتاع الايسكيام شايف مطلع برضه هو كمان ايه؟ مطلع شويه فايبرز تبع الليفيتو. يبقى احنا كده يا شباب عندنا انتيريور اوريجين، وعندنا لاترال او ان بتوين اوريجين، وعندنا ايه؟ وعندنا بوستيريور اوريجين. الانتيريور جاي من الانر سيرفيس بتاعت البيوبيك بودي، وبالنسبه للان بتوين اوريجين او اللاترال اوريجين جاي من الوايت لاين، وبالنسبه للبوستيريور اوريجين جاي من الايلياك سباين، تمام كده يا شباب؟ تمام. او الانر سيرفيس، طبعا الايلياك سباين من ناحيه جوه، فبقول عليه البلفيك سيرفيس او الانر سيرفيس بتاع البلفيك سباين او الاسكال سباين، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب تعمل انسيرشن فين؟ قال لك والله بقى انت ركز معايا بقى، ما العضلات دي احنا قلنا عباره عن ايه؟ قطعتين. قال لك والله القطعتين دول يبتدي العضلات تقابل بعضها، يعني القطعتين دول اللي هم القطعتين اليمين مع القطعتين الشمال يتقابلوا فيقوموا يعملوا السجاده بتاعتنا اللي في النص، تمام؟ فعشان كده في الكتاب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الماسلز بتاعت الجانبين، يعني الاثنين اليمين والاثنين الشمال، قال لك بيتقابلوا في النص عشان يكونوا ايه؟ عشان يكونوا الفلور او الارضيه او السجاده بتاعت البلفس، تمام كده يا شباب؟ جميل. بعد كده بتبتدي الفايبرز انها ايه؟ انها تعدي ميديالي، تتلاقى في النص كده، تمام؟ وطبعا ده اللي بيخلي عندها فاليبل اوبليكيتي. يعني ايه بقى الكلمه دي؟ بص يا سيدي، الفايبرز ماشيه كده، في فايبرز جايه كده، في فايبرز جايه كده، في فايبرز جايه كده. فهل ده مميز زي ده؟ ده مميز زي ده؟ قال لك لا. فاذا في تفاوت او في اختلاف في مدى الاوبليجيتي، كلمه اوبليجيتي اهي، اوبليجيتي اوبليجيتي، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الميول، ان هو مميل، تمام كده يا شباب؟ تمام. فده بسبب ايه؟ ان الفايبرز عماله تتجمع ميديالي اند باكوردز، تمام كده يا شباب؟ او داون ووردز، تمام كده؟ جميل. طيب بعد كده انت لسه قايل لي ان هما ايه؟ قطعتين. ما تدخل بقى يا عم عرفنا على السجاده القطعتين دي، تعالى يا سيدي اعرفك بقى ايه على القطعتين، ونمسك واحده واحده كده ونشوف الكلام. طب ما تيجي نقرا بس الاوريجين والانسرشن الاول، وبعد كده نرجع للقطعتين بتوعنا عشان ما نسيبوش حاجه ورانا وما ننسوش. احنا اتفقنا بنتكلم في السجاده بتاعتنا اسمها الليفيتور اني ماسلز. قلنا يا ماسلز ليه؟ لان هي عباره عن قطعتين، الاوريجين بتاعها من قدام بيمسك في الانر سيرفيس بتاعت البودي بتاعت البيوبس، بالنسبه لعلى الجناب بتمسك في حاجه اسمها الوايت لاين. ده بيتكون بسبب ايه؟ بسبب ثيكنينج في الاوبتيوريتور فاشيا. طيب بوستيريور بقى من ورا، ده بيعمل انسيرشن او بيطلع، اسف، بيطلع اوريجين من الانر سيرفيس او البلفيك سيرفيس بتاع الاسكال سباين، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بالنسبه للانسيرشن بقى، قال لك زي ما اتفقنا الماسلز اوف بوث سايدز، يعني الاثنين اليمين والاثنين الشمال ميتس توجيذر، يعني يتقابلوا كده في النص ويكونوا ايه؟ قال لك يكونوا الجريتر بارت اوف الفلور اوف ذا بلفيس، يعني يكونوا الجزء الاكبر من السجاده او الارضيه بتاعه الحوض. طيب بعد كده زي ما اتفقنا الفايبرز انا رسمتها لك، قلت لك في فايبرز رايحه على طول، في فايبرز مميله، كلهم بيبتدوا ان هم يتجهوا ميديالي، يعني يتجهوا ناحيه الميد لاين وداون ووردز، فبالتالي بيبقى عندهم ايه؟ بيبقى عندهم فاريبل ديجري او في درجه متفاوته او في اوبليكيتي، يعني ايه؟ في مدى الميوله بتاعتهم متفاوته، تمام؟ وبتبقى عباره عن قطعتين. طب تعالى بقى نشوف القطعتين بتوعنا دول بقى، تعالى يا سيدي بنروحها كده واحده واحده وناخد قطعه قطعه. قال لك القطعه الاولى معانا اللي هي دي، طبعا في منها يمين وفي منها شمال، تمام كده يا شباب؟ تمام. قال لك والله القطعه دي بقى اسمها ايه؟ ده بيقول لك دي الانتيريور بارت اوف الليفيتور اني ماسل، ده الجزء الامامي، تمام؟ دي اسمها ايه؟ اسمها البيوبو كوكسجاس. اسمها ايه؟ البيوبو كوكسجاس، تمام. قال لك ليه سميتها بيوبو كوكسجاس؟ قال لك والله ما انت ركز معايا، بيوبو يعني جايه من البيوبس، اهي فعلا جايه من البيوبس، وراح لفين؟ راح لحد الكوكس، فقلت عليها اسمها ايه؟ اسمها البيوبو كوكسجاس، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب طبعا في منها يمين وفي منها شمال، جاي من اول البيوبس لحد الايه؟ الكوكس، فبقول على البيوبو كوكسجاس. جميل. قال لك العضله دي بقى زي ما اتفقنا هي الانتيريور بارت. طيب الاوريجين بتاعها جاي منين؟ قال لك والله الاوريجين بتاعها، شايف انت؟ قول انت، انا عايزك تبص وتحكم بنفسك، ده مين؟
ده البيوبس. يبقى هي جايه منين؟ جايه من الانر سيرفيس بتاع البيوبس او البودي او البادي بتاع البيوبس، تمام كده؟ يبقى الانر سيرفيس اوف البيوبيك بادي، تمام. طيب بعد كده ده هتعمل او جايه منين كمان؟ قال لك بص، ما انت ما تنساش، ما في حاجه في استراكشر هنا مش معانا. بص ثانيه، فاكرين الاستراكشر ده؟ يبقى هي كمان اهي العضله بتاعتنا اهي، تمام. يبقى شوف جايه منين، جايه من برضو واخده الانتيريور هاف اوف الوايت لاين، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى الاوريجين بتاعها حاجتين، الانر سيرفيس بتاع البودي بتاع البيوبس، والانتيريور هاف بتاع ايه؟ بتاع الوايت لاين، تمام كده؟ جميل. طيب بعد كده قال لك دي متقسمه لثلاث اجزاء، امال انا لو سالتك كده تقدر تتوقع الهيكل اللي انا بشرح عليه ده هيكل بتاع ذكر ولا بتاع انثى؟ تعالى بقى واحده واحده واشرح لك الحته دي بالراحه عشان تركز معايا. بص يا سيدي، اول حاجه في ثلاث اخرام، ايه الثلاث اخرام دول؟ بص ركز معايا بقى. اول فتحه دي اسمها ايه؟ اسمها اليوريثرا. اسمها ايه؟ اليوريثرا، اللي هي فتحة البول، تمام. امال الفتحة التانية دي بتاعت ايه؟ قال لك دي اسمها الفاجينا. ايه الفاجينا دي يا عم؟ قال لك اسمه المهبل، تمام. طبعا يبقى معنى كده ان انا بتكلم في الهيكل ده في مين؟ انثى، صح كده؟ وانا عارف ان الانثى عندها ثلاث فتحات، تمام، فتحة للبول، وفتحة اللي هي التناسلية اللي هو الفاجينا او المهبل ده، وعندنا الفتحه الاخيره اللي هي دي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها الانس او فتحه الشرج، تمام، اللي هي الشرج، تمام كده يا شباب؟ قال لك جميل. طيب هل الكلام ده يبقى اذا الجزء الامامي من البيوبوكوكسيجس هل هو كده في الذكر عنده برضه فتحتين؟ قال لك لا. فيبقى احنا لازم اوصفها لك في الميل. قال لك في الميل المفروض ان الميل ده عنده بيبقى فيه حاجه اسمها فتحه تناسليه بولية مشتركة اسمها اليوريثرا برضه، تمام. بس دي يعني ايه؟ كنا بناخدوها كده في الثانوية كده، هي الفتحة البولية التناسلية المشتركة اسمها، عندنا بقى في الطب اسمها اليوريثرا، تمام كده؟ برضه نفس الكلام هنا، يوريثرا برضه، تمام. بس اليوريثرا في الميل بتنقل برضه السبيرمس او الحيوانات المنوية، فبعتبرها فتحة تناسلية، تمام كده يا شباب؟ تمام. قال لك جميل. امال طب ما اليوريثرا دي او الفتحه نفسها يا شباب بتبقى موجوده هنا عند الذكر في الحوض؟ قال لك لا، ده موجوده في القضيب اللي هو البينس. بينس يعني قضيب، تمام. يبقى هي موجوده اصلا اوتسايد ذا بودي، يعني موجوده خارج الجسم. امال يا عم الحته ده هي المربع اللي انا الدايره اللي انا راسمها ده عند الذكر بيبقى فيها ايه؟ تسمع عن غده اسمها البروستاتا؟ ايوه بالظبط. قال لك غده البروستاتا بتبقى موجوده بقى في الحته دي. طبعا بس الكلام ده من جوه، ثانية يا شباب بس اللي تتلخبطهم، تمام. اكمل كلامه واوريك من جوه. يبقى البروستاتا الحته دي المربع ده بس من جوه، تمام، من جوه الحوض نفسه. جميل جميل. يبقى ده موجود. يبقى اذا الجزء الامامي من عضله البيوبوكوكسيجس هيختلف في الميل عن الفيميل، صح كده؟ جميل. قال لك طب تعالى بقى بالراحه واحده واحده كده، تعالى ايه، تعالى نبص بقى على العضله من جوه. قال لك شايف العضله؟ بص بقى يا سيدي وركز معايا، العضله هبتدي ان انا نقسمها لايه؟ لثلاث اجزاء، ادي اول جزء والجزء الثاني والجزء الثالث اللي ورا، يبقى ده واحد ده اثنين وده ثلاثه. مين اللي هيختلف يا شباب في الميل عن الفيميل؟ زي ما اتفقنا اللي هو الجزء رقم واحد. قال لك لو هو بقى في الميل في الذكر، اتفقنا مين اللي هيكون موجود في الحته دي؟ البروستات. يبقى هقول عليها ايه؟ قال لك هسميها الليفيتور بروستات، مش موجود فيها البروستاتا؟ خلاص اسمها بالاسم ده، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ليفيتور بروستا. طب لو في الفيميل بقى على الهيكل اللي احنا رسمينه قلنا مين دي؟ الفاجينا. قال لك ده بيعمل زي الصمام اللي حوالين الفاجينا، فبقول عليها السفنكتر. يبقى لو في الفيميل زي الرسمه اللي معانا دي يبقى اسمها ايه؟ اللهم صل على النبي، اسمها الفاجينا سفنكتر او السفنكتر فاجينا. سفنكتر اوف فاجينا، تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا الجزء الامامي ده، وانا فهمتك ايه بقى؟ بيختلف في الميل
عن الفيميل، تمام؟ في الميل بقول عليه الليفيتور بروستات لان بيبقى موجود في البروستاتا. طيب في الفيميل قلنا بيبقى موجود في حاجه اسمها الفاجينا، وبيبقى محاوطها كده عامل زي الصمام. كلمه سفنكتر يعني صمام، صمام بيفتح ويقفل، فبالتالي بيقول لك انها سميتها باسم الفاجينا، قلت عليها السفنكتر اوف الفاجينا، تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب دي ايه؟ ده الجزء الاولاني او الجزء اللي قدامانا، تمام، عرفنا اسم في الميل وفي الفيميل. طيب الجزء الثاني بقى، قال لك والله الجزء الثاني ده هل هو مختلف في الميل عن الفيميل؟ قال لك لا، دي الانس، فتحه الشرج، كلنا عندنا فتحه شرج عادي جدا، تمام. يبقى الجزء الثاني او الانترميديات فايبرز اللي هي الفايبرز اللي موجوده في النص، قال لك والله الفايبرز دي هسميها ايه؟ قال لك مش هي حوالين فتحه الانس؟ طب ما تقول لي كده هي فتحه الشرج دي يا شباب، مش احنا عندنا في حاجه اسمها المستقيم، طبعا امعاء دقيقه وامعاء غليظه ومش عارف القولون والكلام ده كله، بعد كده ينزل حاجه اسمها المستقيم، بعد كده المستقيم ده ينتهي في النهايه كده بفتحه، الفتحه دي بقول عليها الانس. امال المستقيم اسمه ايه؟ لك اسمه الريكتم. ريكتم يعني مستقيم. قال لك شايف بقى انت منطقه الاتصال او تلاقي الريكتم مع المستقيم اسمها الانو ريكتال جانكشن. يعني ايه انو ريكتال جانكشن؟ يعني منطقه الاتصال بين الانو، انو يعني ايه؟ يعني الانس، وريكتال يعني الريكتم، يبقى منطقه الاتصال اللي بين الانس والريكتم، تمام كده يا شباب؟ جميل. يبقى قال لك والله طب مش احنا شويه الفايبرز دول حوالين الاسفنكتر ده؟ قال لك خلاص هسميهم ايه؟ قال لك هسميهم البيوبو ريكتاليز. كلمه ريكتاليز جايه من كلمه ريكتم اللي هو المستقيم، لانها بتحوط فتحه الشرج او منطقه الاتصال بين فتحه الشرج والمستقيم، تمام كده يا شباب؟ جميل. ده الايه؟ ده الجزء الثاني، وقلنا ده متشابه في الميل زي في الفيميل عادي جدا، كلنا عندنا فتحه شرج. جميل. طيب تعالى بقى للجزء الثالث، ثانية اهو اقسمها لك ثاني، واحد اثنين ثلاثة. الجزء الثالث ده جزء محترم، جزء بص كما قال الكتاب ما فيهوش لأي فتحات بقى، ولا تقول لي عليه بروستاتا، ولا تقول لي في فاجينا، ولا تقول لي في انس، ده جزء نموذجي. فبقول عليه ايه؟ بقول عليه البيوبو كوكسجس بروبر. بروبر يعني يعني نموذجي ما فيهوش اي حاجه، تمام كما قال الكتاب. قال لك والله ده بيبقى ايه؟ قال لك ده البوستيريور فايبرز، الفايبرز اللي ورا، تمام. قال لك وظيفتها انها بتمشي كده باكوردس وميديالي، يعني بتتجه ناحيه الميديال كده، وتروح ماسكه فين؟ تمسك فيه الكوكس، تمسك فيه العصعص، تمام كده يا شباب؟ تمام. في اي صعوبه يا شباب؟ الموضوع ده والله صعب التخيل لما نيجي نقرا دلوقتي، والله العظيم انت يعني ما كنتش هتستوعب الكلام، ازاي كنت هستوعب الكلام ده وانا ما شفتش الثري دي؟ انت هتقول لنفسك كده، تمام؟ فتعالى بقى نرجع للكتاب بتاعنا كده ونشوف الدنيا هناك بقى عامله ازاي وايه الفرق بقى. زي ما اتفقنا الليفيتور اني ماسل هي عباره عن تو بارتس، قطعتين. القطعه الاولانيه اسمها البيوبو كوكسيجس، واتفقنا ليه سميناها بيوبو كوكسيجس؟ لان احنا قلنا جايه من اول البيوبس من قدام، عامله من اول البيوبس لحد الكوكس من ورا، تمام. قلنا البيوبو كوكسيجس ده قسمناها او قلنا عليها هي الانتيريور بارت. طبعا الصور اللي انا جايبها لكم ده يا شباب والله صور من افضل ما يكون، من افضل المواقع، ولكن هي برضه لا تكفي، لازم 3 دي. فالموضوع عشان كده في زمايلكم اصلا هتلاقيهم بيقول لك احنا مش عارفين نذاكر الموضوع ده، مش عارفين نتخيل، بنحفظ وخلاص، تمام. فانت اكيد مميز عنهم، فانا بحاول اساعدك بكل الطرق، وانت برضه لو مش فاهم اي حاجه ابعت لي واسالني، تمام. انا برسم لك وبوريك صور وبوريك 3 دي وبقرا معاك المذكره، تمام، عشان كل ده تطلع انت فاهم وحافظ واوفر عليك. وبرضه لو مش فاهم حاجه ابعت له هرد عليك، تمام كده؟ تمام. طيب البيوبو كوستجاست، تعال بقى نقرا الكلام اللي احنا قلناه. قلنا دي الانتيرور بارت، بتطلع منين زي ما اتفقنا؟ بادئه من اول الانر سيرفيس او البلفيك سيرفيس بتاعت البيوبس، وتفضل ماشيه وتعمل ايه؟ وطبعا الانتيرور هاف اوف الوايت لاين قسمناها لثلاث اجزاء، ثلاث تلات، التلت اللي قداماني والتلت اللي في النص والتلت اللي ورا. التلت الاولاني قلنا ده بيختلف من الميل للفيميل، قلنا لو في الميل او في الذكر هيبقى موجود البروستات، فبقول عليه الليفيتور بروستات ان الميلز. طيب لو موجود في الفيميل زي ما شفنا، قال لك بيبقى في فتحه اسمها فتحه الفاجينا. الفاجينا دي قال لك خلاص هنسميها السفنكتر فاجينا ان الفيميلز. جميل. قلنا دي بتمثل اهم فايبر، ده التلت الاولاني، التلت اللي ناحيه قدام، يبقى ده الانتيرور فايبرز. طيب قال لك والله بتبتدي زي ما اتفقنا، هي الفايبرز دي هتبتدي انها تعدي، لو في الميل هتعدي على البروستاتا، لو في الفيميل هتعدي حوالين او على جانبي الفاجينا عشان تكون السفنكتر، تمام. وتروح تعمل انسيرشن بحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها البرينيال بودي، تمام. وعرفنا فين موضوع البرينيال ده. طب ده بعد كده قال لك والله الجزء الثاني او الثلث الثاني اسمه البيوبوريكتاليس. قلنا ليه قلنا عليه بيوبوريكتاليس؟ لان عندنا في فتحه اسمها فتحه الانس، وفتحه الانس دي بتبقى متصله مع الريكتم اللي هو اللي اسمه المستقيم،
وقلنا الفتحه او منطقه الاتصال بين الريكتم والانس او فتحه الشرج اسمها الان وريكتال جانكشن. قال لك خلاص دي اسمها البيو ريكتاليز. ليه؟ لان دي اصلا الانترميديت فايبرز وبيتكون زي سلاين. يعني ايه سلاين؟ يعني زي حلقه. حلقه حوالين مين؟ قال لك حلقه حوالين الانو ريكتال جانكشن او منطقه الاتصال اللي بين الريكتم والانس. تمام كده يا شباب؟ التلت التالت بقى قال لك ده اسمه البيوبو كوكسيجس بروبر. قلنا ليه؟ لان ده كما قال الكتاب ما فيهوش لا اي اضافات، ما فيهوش فتحات، ما فيهوش اي حاجه، يبقى ده حاجه نموذجيه. قال لك والله ده بيمثل ايه؟ ده التلت الاخير خالص، التلت اللي ورا، يبقى ده البوستيرور فايبرز. طب بتمشي ازاي؟ قال لك باصص باكوردز ماشيه لورا وميديال لحد ما تمسك فين؟ قال لك تمسك في اللهم صل على النبي في الكوكس، وحاجه اسمها الانو كوكسوجيال ريفي. ايه الانو كوكسوجيال ريفي ده بقى يا شباب؟ كلمة ريفي عشان انت برضه كذا حد سألني عليها، هي عبارة عن تلاق. مش احنا عندنا كذا عضلة؟ قال لك التندونز بتاعت العضلات دي تمام تتداخل مع بعضها، يحصل لها حاجة اسمها انتر ديجيديشن، تتداخل مع بعضها. تقوم لما تتداخل مع بعضها تعمل حاجة اسمها الريفي. يبقى اذا ايه هو الريفي؟ هو عبارة عن تداخل التندونز بتاعت العضلات. تمام؟ قال لك في عندنا حاجة اسمها الانوكوكسوجيال ريفي، ده عبارة عن ريفي ممتد ما بين أول فتحة الانس لحد الكوكس من ورا. تمام كده يا شباب؟ ده بيعمل برضو البيوبوكوكسيجس بروبر بيعمل انسيرشن فيه. تمام كده يا شباب؟ هل الموضوع في اي صعوبه؟ تمام. طب تعالى ندخل في العضله اللي بعد كده او القطعه الثانيه بقى، احنا كده خدنا القطعه الاولانيه، تعالى نشوف بقى القطعه الثانيه. تمام نكمل بقى يا جماعه. القطعه الثانيه بقى هي ايه؟ هي القطعه الثانيه اسمها الايو كوكسيجس ماسل. عايزين نشوفها يا عم، تعالى اوريها لك. تمام اهي اللي هي القطعة الثانية. تمام القطعة الثانية هو بيقول لك ان دي البوستيريور بارت او القطعة الورانية اللي هو ناحية ورا يعني من الليفيتور اني ماسل. طيب ايه الاوريجين بتاعها؟ قال لك والله دي جاية من البوستيريور البوستيريور هاف اوف الوايت لاين. فاكرين وايت لاين؟ بس بقولكم تاني، ده الوايت لاين اهو، او لا هنا اهو. تمام. قلنا الانتيريور هاب ده بياخده مين؟ البيوبو كوكسيوس. امال الجزء اللي ورا بقى؟ قال لك لا ده اللي هياخده مين؟ او ده الاورجن بتاع مين؟ ده اللي بيطلع مين؟ ده اللي بيطلع العضله الثانيه او القطعه الثانيه اللي اسمها الاليو كوكسيوس. قال لك تمام. وطلع منين كمان؟ فاكر ده؟ اه ده اللي هو البلفيك سيرفيس او الانر سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الايسكيال سباين. تمام كده يا شباب؟ يبقى هي طالعه من مكانين، البوستيريور هاف اكتبهم لكم عشان ما تنساوش، البوستيريور هاف اوف وايت لاين. طيب ده مين؟ ده البلفيك او الانر سيرفيس اوف ايسكيال سباين. تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب تعالى بعد كده قال لك طب هي بتعمل انسيرشن فين بقى؟ قال لك والله بص يا سيدي معاك، بص لو بصيت معاك هتلاقي انها بتعمل الانسيرشن. مش شايفين الانسيرشن من قدام يا جدعان؟ طب تعالى نبص عليها كده من ورا. قال لك بتعمل انسيرشن في اهي العضله بتاعتنا اللي معانا اهي، دول الاثنين القطعتين اللي ورانين اهو. تمام قال لك بتعمل انسيرشن في الكوكس. تمام كده يبقى بيقول لك بتعمل ذا لاست تو بيسز. يعني ايه؟ يعني اخر قطعتين خالص من الكوكس بيعملوا بتعمل فيهم انسيرشن. كمان بتعمل فيه زي ما اتفقنا اللي هو الانو كوكسوجيال ريفي، قلنا الريفي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الانتر ديجيديشن او التندنز بتاعت العضلات. قال لك برضو بتعمل فيها انتر انسيرشن. يبقى خد بالك كده ان الانو كوكسوجيال ريفي بيعمل انسيرشن للقطعتين. تمام او القطعتين بيعملوا انسيرشن فيه اللي هو اللهم صل على النبي اللي هي الاليو كوكسيجس، تعمل برضو انسيرشن في الانو كوكسيجيال ريفي. وبرضو من قدام هنلاقي ان البيوبو كوكسيجس بروبر اللي هو الجزء البوستيريور ثيرد بتاعه البيوبو كوكسيجس هتلاقيها برضو بتعمل انسيرشن فين؟ هتلاقيها بتعمل انسيرشن في الانو كوكسيجيال ريفي. تمام كده يا شباب؟ جميل. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للقطعه الاولى والقطعه الثانيه. تمام كده يا شباب؟ هل في اي صعوبه؟ تمام كل حاجه واضحه قدامنا اهي. تمام دي الاوبتيوريتور ودي زي ما اتفقنا الليفيتور، قلنا الليفيتور قطعتين، القطعه الاولى خدناها البيوبو كوكسيوس وخدنا القطعه الثانيه اسمها الاليو كوكسيوس. تمام. بعد كده خدنا برضو خدنا الوولز وخدنا البايريفورمس ماسل، خدنا كل حاجه. هل في اي صعوبه يا شباب؟
تمام، لو في اي صعوبه او في اي حاجه مش واضحه يا ريت تبعتولي. تمام، تعال نرجع بقى لكتابنا نشوف الكلام ده في ايه او بنقول ايه. قال لك والله القطعه الثانيه اهو الاليوكوكسجس اللي هي رقم اثنين يعني، او القطعه الثانيه من الليفيتور اني ماسل هي البوستيريور بارت، يعني هي الجزء الوراني زي ما شفنا كده لما حبيت ان انا اوريك الانسيرشن رجعت لورا. تمام كده، تمام. ارايز فروم يعني ايه ارايز فروم؟ يعني الاوريجن، اكتبها لك اهو عشان ايه ما تقولش ان انا ما قلتهاش. انا عايزك تكتب لي كده فوق كلمه ارايز فروم هي بتساوي كلمه الاوريجن، جايه منين؟ جايه من البوستيريور هاف اوف الوايت لاين زي ما وضحت لك، وكمان من البلفيك سيرفيس. برضه اكتب لي فوق بلفيك سيرفيس كلمه انر سيرفيس، يعني البلفيك هو الانر، تمام، اوف الايسكيال سباين. تمام كده يا شباب، جميل. بعد كده بتعمل انسيرشن فين؟ بتعمل في اللاست تو كوكسوجيال سيجمنتس والانو كوكسوجيال ريف. تمام كده يا شباب، جميل. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للعضلات بتاعه الليفيتور اني ماسل وكده. يبقى خلصنا العضلات كلها بتاعه الانتيريور او اسف البلفيك وول. بص يا شباب بجد بجد والله انا تعبت في الحوار ده، فانتوا شايفين صوتي، انا صوتي رايح خالص وتعبان جدا والله اعلم انا بصور لكم البتاع ازاي. فانا بقدر الامكان تردوا الجميل كده ان انت تذاكر كويس. انا يعني رسمت لك، شرحت لك على صور، جبت لك 3 دي وبعيد مره واثنين وثلاثه، فبقدر الامكان حاول ان انت تبذل يعني مجهود قليل، لان انت مش هتحتاج يعني بعد ده كله مش هتحتاج ان انت تبذل مجهود كبير. يعني تتخلص الفيديو، تقرا الكتاب، تفضل فاكر ال 3 دي، لو نسيت هات الفيديو تاني واتفرج على ال 3 دي بس. تمام، فاتمنى يا رب ان الموضوع يكون لذيذ وحلو، لان والله بجد ما فيش حد، انا في سنه ما حدش بيشرح لنا الكلام ده، او ما حدش بيشرح لنا بالطريقه دي. تمام، فانا بجد تعبت جدا عبال ما اوصل لكم المعلومه بالطريقه دي. فانتوا بقدر الامكان، ولو لقيتوا حد من زمايلكم يا شباب حتى لو خارج الكورس مش معانا في الكورس يعني ومحتاج حاجه ضروري، او مثلا قال لك انا مش هذاكرها انا مش فاهمها او اي حاجه، قول له بس كلم دكتور برلين وهو هيظبط لك الدنيا. ما فيش اي مشكله خالص، يعني الفكره مش فكره فلوس وكورس والكلام ده خالص، فكره تبسيط وتسهيل على الناس. فاللي محتاج اي حاجه او انت شفت اي حد من زمايلك خارج الكورس برضه ومحتاج الحاجه دي او محتاج فيديو معين وانت فهمت الفيديو من الشرح بتاعنا، فانت يا ريت تعرفه بس ان هو يكلمك، وهو ملوش وما قالش لا انت ولا هو ليكوا دعوه، انا هظبط له الدنيا. تمام كده؟ تمام. اخر صفحه معانا بقى في الفيديو ده ان شاء الله هناخد هنتكلم على النيرف سبلاي بتاع مين؟ بتاع العضلات. قال لك والله مش احنا متفقين ان احنا عندنا في بلفيك سيرفيس اللي هو اللي ناحيه البلفس من فوق فوق السجاده، وفي البرينيال سيرفيس اللي هو البرينيوم اللي تحت السجاده. قال لك والله بالنسبه لي البلفيك سيرفيس ده بيتغذى بايه؟ قال لك بيتغذى بالفورس ساكرال نيرف، يعني الاس 4 بالاخر. ممكن تشيل الكلام ده كله وتكتب لي اس 4. طيب البرينيال سيرفيس قال لك والله ده بيتغذى بالانفيريور ريكتال نيرف، في عندنا نيرف كده نازل لتحت، ده رايح لمين؟ من اسمه هو اسمه ريكتال ورايح للريكتم. طب ما احنا متفقين ان الريكتم تبع الانس، كل ده موجود فين؟ في الحته من تحت او في المنطقه بتاعت البلفز ده من تحت، اللي كان اللي قلت لك ضربت لك مثال قلت لك بيحصل فيها الشرخ ده. تمام، قال لك خلاص يبقى بقول عليه انفيريور ريكتال نيرف. تمام كده، ده اللي بيغذي منطقه البرينيال سيرفيس. تمام كده، جميل. طيب تعالى بعد كده قال لك طب ماشي انت عملت الدنيا عضلات عضلات، ما تيجي كده نجمع الاكشن بتاع العضلات دي كلها. قال لك والله العضلات كل العضلات اللي احنا خدناها دي في البلفيك وول، قال لك وظيفتها كلها ذا هول ماسلز او العضلات كلها على بعضها ليها وظيفتين مهمين. قال لك اول حاجه انها تسبورت البلفيك فيسرا، يعني ايه؟ يعني تحمي الفيسرا او الاورجنز التناسليه والخاصه بعمليه الاخراج اللي موجوده في البلفيس اللي موجوده في الحوض، انها تسبورت يعني تدعم او تحافظ او تحمي. تمام. طيب تاني حاجه قال لك بتساعد ان الاكسبلوسيف اكشن، يعني ايه الاكسبلوسيف اكشن؟ اللي هو اللي زي ما بنقول كده بالفلاحه يحزق، عارف انت عمليه الحزق ان هو يدخل الحمام كده يفضل يحزق، او لو الوحده بتولد برضه بتفضل يقول لها يلا على كده، بيفضل جوزها ماشي ماسك ايدها كده ويساعدها يقول لها ادفعي بوش 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 بوش، يعني ايه؟ يعني ادفع اللي هو احزق يعني. تمام كده، ده اسمه اكسبلوسيف اكت. ليه بقى؟ قال لك والله انت فاكر العضله اللي اسمها البيوبوكسجس، قلنا كان عندنا في فتحه كده كبيره هنا اسمها الانس، فاكرها؟ ايوه فاكرها. تمام، وفي الفيميل كان عندنا في فتحه هنا يعني متوسطه كده شويه، في فتحه صغيره قدام، اللي قدام دي قلت عليها اليوريثرا، والفلوس دي قلت عليها الفاجاين. طبعا الثلاث فتحات دول متحوطين بالعضلات يمين وشمال، وطبعا في فاصل هنا في النص. قال لك والله طب بالنسبه للعضلات، تفتكر العضلات هيبقى وظيفتها حوالين ايه نص ايه؟ انها والله وظيفتها ديفيكيشن. يعني ايه ديفيكيشن؟ قال لك والله عارف انت عمليه الاخراج وتحديدا التبرز اللي هو اخراج البراز، يعني البراز يعني ستول يا شباب بالمره، يعني هتلاقيها كتير يعني ستول يعني براز. تمام، قال لك عمليه التبرز دي اسمها ديفيكيشن،
انسان يعمل عمليه اخراج عادي يعني، يلبي نداء الطبيعه مفيش اي مشكله تمام، او عمليه الليبو اللي هي الولاده. يبقى والله بالنسبه للمسلز حوالين الانس وظيفتها انها تعمل اكسبلوسيف اكشن از ايديفيكيشن، ان هو يحزق عشان يعمل عمليه اخراج، او لو الواحده بتولد تحزق عشان ايه؟ عشان تطلع طبعا الجنين من الفاجينا. تمام كده يا شباب، يبقى عضلات حوالين الانس هتساعدك في ديفيكيشن، عضلات حوالين الفاجينا هتساعدك في الليبو. جميل. قال لك طب ما تمسك لكل عضله كده وابتدي قول لي من اسمها ايه الوظيفه بتاعتها. انا والله عندي في عضله اسمها الليفيتور بروستات بارت، فاكرين دي اللي قلت لك في الميل اللي بيبقى موجود فيها البروستاتا؟ قال لك دي وظيفتها ايه؟ مش هي معديه على البروستاتا، يبقى وظيفتها انها تسبورت البروستاتا في الميل. طيب الاسفنكتر فاجينا بارت، قال لك والله ده من اسمه، يبقى ده بيشتغل كاسفنكتر او كصمام بيفتح ويقفل للفاجينا في الفيميل. طيب البيوبوريكتاليس من اسمه، اسمه ريكتاليس جاي من كلمه ريكتم. طيب ما يبقى وظيفته ايه؟ طب ما الريكتم ده متصل مع الانس زي ما اتفقنا كده، بيبقى في فتحه هنا، ومنطقه الجنكشن او منطقه الاتصال بينهم الاثنين بيقول عليها الانو، ريكتال جنكشن. قال لك خلاص يبقى الحته دي وظيفتها انها راينفورسز الانال سفنكتر، يعني راينفورس يعني سبورت برضه، يعني وظيفتها برضه انها تدعم الانال سفنكتر يعني الصمامات بتاعه فتحه الشرج تمام، اللي بتفتح وتقفل. تمام كده يا شباب، تمام. ده بالنسبه لايه للفيديو اللي معانا النهارده، اتمنى يا رب زي ما اتفقنا بقى خلاص. زي ما قلت لكم لو حد من زمايلكم محتاج حاجه، لو انتم في اي حاجه ما انتوش فاهمينها، او في حاجه مثلا الصوت ما كانش واضح، معلش والله انا صوتي تعبان جدا، ولكن انا حاولت بقدر الامكان، لو برضو الصوت في اي غلوشه او ما انتوش مستريحين عرفوني واسجل لكم الفيديو تاني، ما فيش اي مشكله تمام. لو مثلا الفيديو كويس والصوت كويس والصوت واضح، بس في حاجه مثلا فاتتكم او في حاجه كلموني بس عرفوني ان ايه، ان الحته طبعا الجروب بقى، او كلموني على الخاص اي حاجه تمام، عرفوني بس ان الحته الفلانيه مثلا الصوت ما كانش واضح او كده تمام. واي حاجه ما انتش فاهمها ابعت لي تمام، مالكش دعوه، انا هظبط لك الدنيا صور، ولو تطلب الامر ان هو يوصله لك 3 دي هرسم لك، هعمل لك 3 دي وارسم لك على ورق وابعت لك واوريك المذكره، اعمل لك كل اللي انت عايزه، المهم تبقى فاهم. تمام كده يا شباب، تمام كده خلصنا فيديو النهارده كده. ده على فكره كده نص البيلد كود تمام، هو هتشرح على فيديو ان شاء الله، الفيديو ده اهو ضمنا معاه ال 3 دي ان شاء الله. الفيديو الجاي بقى ناخد ايه؟ ناخد البلاس سبلاي والحاجات الباقيه تمام. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب، وربنا يوفقكم يا رب.